السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بمتتبعي قناة موند بريكولاج. الفكرة نتاع اليوم هي عبارة عن دي طابلو ولا الديشي اللي كيكون عند النجار، فحتى هو يمكن لينا نستغلوه في أفكار وحيل بسيطة بزاف وكتجي رائعة. فهاد العملية غادي نحتاجو ليها هاد الكوبة تاع الصوف، نتوما تختاروا أي لون بغيتو، وهاد المسامر أنا خديته من ديال النحاس من عند دروغري قامون خاص، وصافي عندنا الطرقة. أول حاجة غادي نبداو بها هي أنني أنا ديجا درت توب تحت الخشبة باش ملي نكون كنطرق في دوك المسامر يثبتوا ليا مزيان. وثاني حاجة أنا ما قلتش لكم بأنني ديجا خرجت هذا الرسمة على الورق الطبي أبيض. وانتوما إلا كنتو من الناس اللي رسامة يمكن لكم نيشان داك الرسم اللي بغيتو على الخشبه ديالو. فثاني مرحله غادي نقومو بها هي انني غادي نثبت هاد المسامير على الرسمه ديالي كامله. صافي، العمليه جد بسيطه. فأنا هنا بعد ما كملت ثبت دوك المسامير ديالي على الطابليون، غادي نحاول ان ناخذ الكوبه ديالي ونشكل بالخيط بشكل عشوائي ديك الطابليون ديالي. صافي، هذا هو الشكل ما قبل النهائي. غادي نحاول نقطع ديك الورقه ونحاول نخرج جميع الطريفات ديال الورقه. الطريقة اللي درناها في الطابلو الأول غادي نطبقها على الطابلو الثاني بنفس المكونات. فاللي بغيت نقول هو أن هاد لي طابلو كيجيو مشيكين في غرف النوم الأطفال وكذلك لا كويزين ولي تواليت، ففرجة ممتعة.